شوف اليوم المغرب لها لها اسماء مدربين لاعبين موجودين في القائمه، دائما الاتحاد الافريقي في كل مره يفقد الشرعيه ويفقد الشفافيه. ننتظر قرارات الاتحاد الافريقي، نظن انا ما راحش تكون عادله من الان، بما انه المغاربه دائما موجودين بقوه في 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 القوائم، سواء مدربين او لاعبين. وهما نعطيت لك امثله على حكيم زياش، على فارس شايبي الغائب، على جائزه افضل لاعب شاب اللي موجود فيها الزلزولي بلال الخنص. دائما اللوبيات موجوده وتبقى موجوده، والاتحاد الافريقي يفقد الشرعيه والشفافيه من يوم الى اخر. وهذا الشيء زين هذا، والله الا كيعرفوا يبكيو، وبكاؤكم طرب لنا تبارك الله، والله الا كتعرفوا تبكيو. زيد صاحبي كمل، كيفاش من المغرب ماله يفرض قوته وسيطرته على افريقيا؟ ياك كتقولوا نتوما اقوى من المغرب وانتوما اللي شادين افريقيا والعالم كيحترمكم والعالم كيخاف منكم، كيفاش قضيتكم دابا؟ شكون كتغبنوا خدام كتبكيو والمغرب يفرض سيطرته؟ صافي سالات، خرجوا للواقع لقيتو ما كاين والو، ياك نتوما حيحان علينا في المواقع. الجزائر القوه الضاربه، نحن اللي فارضين السيطره ديالنا، احنا اللي حاكمنها، احنا اللي ملبدنها، احنا اللي كترجعوا الواقع كتلقاو المغرب هو اللي مسير كلش، اولا على الغيره اللي مهدراكم، ولا كانت على الغيره ماشي مشكل. مال هادو ثاني؟ ودابا راه من دابا هما يبكيو هما يشكيو تيهزبوا له الجائزه ديال احسن لاعب في افريقيا ثاني، وراه سكان وجده ما يسمعوا في النحيط وفي البكاوات والشكاوات. افريقيا لم تعود وافريقيا لم تكن. دابا الاشكال تفكرت انا ملي كان تم التعيين ديال الجنوب افريقيا موتسيبي، شديناها جنوب افريقيا حليفه ديالنا، هذا جنوب افريقيا غادي يبلبلها وعيديرها وعيولي ديالنا. خرجوا دابا قال لك وخان العهد، قال لك خان الجزائر قلب على الجزائر، جابوا من الله عصافي جنوب افريقيا عايشين، يبقى يقولوا معاه هاكو خذوا. يا كرا غير نشرح لكم داكشي بالزربه، واخا عارف انكم ما عادش فهموا والو، 10 فقالاش تشرح له هو ممشي. ايرلينغ هالاند شنو دار العام اللي فات؟ هداف الدوري الانجليزي، ربح البطوله الانجليزيه، تشامبيونز ليغ، كاس الاتحاد، كلشي داه. شكون فاز بالكره الذهبيه؟ ليونيل ميسي. اش دار ليونيل ميسي معاه؟ باريس سان جيرمان الاحصائيات ديالو ضعيفه بزاف، ولكن المونديال، كاس العالم، فين كنتي انت في كاس العالم؟ في خنشله كتفرج في المنتخب المغربي. داك كاس العالم اخويا اللي عام ونص وانت كتبكي الماتش غادي يتعاود، والله بوه جاي يتعاود. واحد قال لهم نقطعوا الغاز، واحد قال لهم نقطعوا الهواء، الله يا ربي. واحد قال لهم راه شدينا قاصه ما راه في الحبس، الاخر قال لك راه ايكام بيهرب غادي يعتزل. صافي عام ونص هما يسرحوا فيهم وهما يكذبوا عليهم، الماتش يتعاود الماتش يتعاود، في الاخر تفرجوا من خنشله. فدابا هما جايب الاحصائيات ديال حكيم زياش، احقا ما دار والو في تشيلسي، احق وراه الرابع على مستوى العالم. راه قلنا لكم ايرلينغ هالاند فاز بكلش، والكره الذهبيه مشات لميسي لانه فاز بالمونديال، هذا المونديال اللي ما قدرتش تاهل له وتفرجتي فيه من خنشله. اذا كاع دوك الجوائز اللي فاز بهم ايرلينغ هالاند ما ساوات والو قدام كاس العالم. صافي متفقين، مشيتي يا سيدي الاخ النوس ومشيتي للزلزولي، احقا هادو ما كيلعبوش يا ودي الله يهديك يا ودي. واش صحافي ولا داخل عليها؟ هاد جوج لاعبين رغم الصغر ديال السن ديالهم راه كانوا حاضرين في المونديال، جاوا الرابع على مستوى العالم. نخليو المونديال اشنو داروا مع الانديه ديالهم؟ بلال اخ النصر احسن لاعب في الدوري البلجيكي، واش في راسك هذه المعلومه ولا نقولوها لك؟ سير قلب على راسك وتاكد. زائد ان بلال اخ النصر اش دار؟ فاز بكاس افريقيا للاولمبيين، فاز بكاس افريقيا للاولمبيين، فاز بكاس افريقيا للاولمبيين. واش دخلت لك راسك؟ اجي واش تلعب شي فات كاس افريقيا؟ لا كنتي كتفرج ثاني من خنشله، والتحيات كامله دوزها في خنشله. زائد شنو دار اخر؟ اهل المنتخب ديالو الاولمبياد باريس، واش تاهلتي الاولمبياد باريس؟ لا ما تاهل، عاوتاني عاد تفرج من خنشله. الله 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 الله، وتبقى جالسه في خنشله ما دير والو. لا ماشي مشكل اسيدي. راه الزلزولي شنو دار؟ الزلزولي جميع المباريات اللي قلتي عليه تحتياطي، جميع المباريات ديال اوساسونا، وسير بحث على راسك، لعبهم وكان فعال فيهم. زائد انه اهل اوساسونا لنهائي كاس الملك، وشكون واجه؟ واجه ريال مدريد، وما ادراك ما ريال مدريد. هاد السيد هذا اهل اوساسونا لنهائي كاس الملك وما دار والو احتياطي. شنو دار اخر؟ كان عميد الفريق ديال الاولمبيين، اين هما اللي ربحوا كاس افريقيا وساهم في ان المنتخب ديالو يتاهل الاولمبياد باريس اللي غادي تفرج فيها من خنشله. يا لطيف يا لطيف، وما دار والو كان احتياطي. امالكم اصلا كيهضروا على المغاربه، على اللاعبين المغاربه، داروا ما داروش، لا فعلوا ما فعلوا، لا خصهم يديروا لنا حنا، لا افريقيا محتله، لا افريقيا داتها المغرب، لا اللاعبين الاخرين اللي طرحات الاسماء ديالهم هذوك هانيه براسهم. المهم المغاربه ما يكونوش اكيبكي ويشكي على المغرب، البكا والشكا والنحيط قلت لك سكان وجده ربي معاكم. من دابا هما يبكيو هما يشكيو تيهزبونو الجائزه ديال احسن لاعب افريقي، وعبد الصمد الزلزولي احسن لاعب شاب، ووليد الركراكي احسن مدرب في افريقيا. عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال الدور وطوب. متفقين الكرغولي؟ يلاه راه نسمعوا البكا والنحيط، يلاه تفرج ليا مع راسك. قلت لك البكا والشكا وواصل
واش دار. خليكم مع الفيديو قبل العاده، ما تنساوش لايك، خلونا نرى ايديكم في التعليقات، الناس مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. على نتكلموا على الجوائز اليوم، اتحاد العاصمه، الاهلي المصري، هناك العديد، سان داونز اليوم. نظن انه كي تشوف اليوم الاتحاد الافريقي وتشوف الاسماء، نروحوا للاعبين تشوف الاسماء، نعطيك مثال فقط على الاسماء المرشحه. لما تشوف اليوم حكيم زياش مرشح في جائزه افضل لاعب افريقي سنه 2023، تشوف حكيم زياش شارك موسم 2023، شارك سجل 3 اهداف، 5 تمريرات حاسمه، 25 مباراه احتياطي و10 مباريات غير مستدعه. اليوم حكيم زياش موجود. ايضا نروحوا لجائزه افضل لاعب شاب، وين تشوف فارس الشايبي لاعب الجزائري غائب، وين توج افضل لاعب شاب في فرنسا الموسم الماضي، وايضا انتقل الى هذا الموسم الى المانيا من بوابه نادي فرانكفورت، وتوج مع تولوز بكاس فرنسا. اليوم فارس الشايبي غائب، بما انه ايضا مغربيين زلزولي وين لعب نهائي كاس الملك مع لوساسون كونتر ريال مدريد ونخسر الفينال، ما شاركش بانتظام مع لوساسون. زلزولي موجود، بلال الخنوس ايضا موجود، لاعبين احتياطيين. تشوف اليوم المغرب لها اسماء مدربين لاعبين موجودين في القائمه. دائما الاتحاد الافريقي في كل مره يفقد الشرعيه ويفقد الشفافيه. لما نعود اليوم للمدربين، تشوف عبد الحق بن شيخه موجود، ايضا موجود المدرب الاهلي المصري السابق، وايضا ياسين وليد الركراكي. هاد الثلاثه نقولوا اللي مرشحين للجائزه. ربما وليد الركراكي يعود له الى كاس العالم 2022، هم يحكموا على 2023 وكاس العالم سنه 2022. بن شيخه اليوم توج بلقبين، لقب الكاس الكونفدراليه الافريقيه وكاس السوبر الافريقي. اليوم لو ما تمدش هذه الجائزه لعبد الحق بن شيخه فهي ظلم. وايضا زين الدين بالعيد اللاعب اتحاد العاصمه، اللاعب الهداف اليوم لاخر هدف كان له كونتر الاهلي المصري في نهائي كاس السوبر. ايضا نروحوا للانديه، اتحاد العاصمه، الاهلي المصري، وايضا سان داونز بدرجه اقل. ربما يقول لك الاهلي المصري انه متوج بكاس دوري ابطال افريقيا، واتحاد العاصمه بكاس الكونفدراليه الافريقيه، لكن في المواجهه بين الاتحاد والاهلي اتحاد العاصمه هو من فاز. ننتظر قرارات الاتحاد الافريقي، اللي نظن انا ما راحش تكون عادله من الان، بما انه المغاربه دائما موجودين بقوه في 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 القوائم، سواء مدربين او لاعبين. وهما نعطيك لك امثله على حكيم زياش، على فارس الشايبي الغائب، على جائزه افضل لاعب شاب اللي موجود فيها الزلزولي بلال الخنوس. دائما اللوبيات موجوده وتبقى موجوده، والاتحاد الافريقي يفقد الشرعيه والشفافيه من يوم الى اخر. واضح امير، شكرا رفيق. سمعت الاحصائيات امير، طلع نقطه مهمه قبل ما تحدثوا على تواجد اتحاد العاصمه بمختلف رموزه في هذه الجوائز، تكلموا على شرعيه وجود اسماء من غيرها. هل نلوم الاتحاد الافريقي ام ان هنالك معايير اخرى لا يتدخل فيها الاتحاد الافريقي، مثل تصويت الجماهير وتصويت الانديه وتصويت المدربين وتصويت الصحفيين، خلاتهم يتواجدوا في هذه القائمه؟ بصح كاين معايير ريسبكتي، نقول من 100 صوت يكونوا 20 ماهمش لوجيك، ولكن 80 يكونوا لوجيك. ما تقدرش انت تخيل ولا تفكر في لاعب بقى موسم كامل احتياطي ولا سجل 3 اهداف، هذا امر غير طبيعي. يعني فو ريفوار لي كريتير، علاش ما كاش لاعبين اخرين جون من غير تواجد المغربي؟ ماهوش نورمال تمشي هكذا، تولي الجوائز هذه فاقده للمصداقيه. يعني لو كان يعني تصيبوا بين شايبي بين نقولوا اي لاعب اخر كيف يعني لعبوا كيف داروا نتائج كيف، ممكن تقول خيروها لنوميني خير فلان وفلان وفلان، ولكن كاين فرق شاسع جدا. ثانيا كيتكلم على تتويجات على احسن مدرب، كاين دو تيتر، اذا ناخذوا كونسيداسيون لي تيتر، عندك دو تيتر تاع بن شيخه، جوبونس تيتر احسن من نصف نهائي كاس العالم. صحيح، واضح. عاشور، واش رايك في الجوائز؟ واش قال لك رفيق وامين؟ رانا في 23، ماناش في 22، رانا في 23. الامور جديده، ربما كيتوج ميسي توج بالبالون دور نسبه الى كاس العالم. لا، هما داروها لا سيزون، بالون دور بلا سيزون، ولكن مام بور لا كوب دي موند. ما تنساوش اليوم الجوائز سي بور بيانتو، جو بونس ما خداوش العام اللي فات اون كونسيديراسيون لا كوب دي موند، جو بونس، لان تلعبت حتى لديسمبر. ولكن يبقى انه بن شيخه عنده تتويجين تاع كاس سوبر وعنده كاس الكونفدراليه. اون بليس هذه راهي جديده ماهيش قديمه، هذه وحده.
ثانيا المعايير اللي راهم يحطوها في الاتحاد الافريقي في الكاف، على بالك شكون يحط المعايير؟ انا جو سيت با دو بي، ولكن حتى الافارقه راهم يتكلموا على هذا البلد اللي راه يتدخل في كل صغيره وكبيره في المكتب التنفيذي تاع الكاف. هو اللي راه يحط المعايير، هو يحط اللاعبين. اللاعب كما شيبي كما قال لك امين، شيبي سبحان الله العلي العظيم، راك شفت واش دار، وراك شفت هاو دار البطوله الكاس الفرنسيه، هاو راح لالمانيا ما كانش حتى الاسم تاعو في القائمه، يعني نحيوك كاع من لاكورس شوفوا، ويخليو لاكورس اللاعب اللي يلعب ثلاث لقاءات كذا ومن بعد يتوجه. هذا يعني ما ولاتش رياضه وما ولاتش كره، والاتحاد الافريقي راه يفقد في المصداقيه نتاعو تماما بهذا الرئيس. يا يعني للاسف جا من بلد اللي نعتز بها ونحبوها ويحبونا اللي هي جنوب افريقيا، ولكن هذا الرئيس خان الجزائر، خانها في عده مواقع، وخانها في عده تعيينات، وخانها في عده امور اللي تخص الكره الافريقيه وتخص الجزائر. لماذا؟ ما يقدرش. درت معكم حصه قبل من انتخابات الكوماكس تاع لاكاف، نهار قلت لي في الحصه ورئيس الكاف وعد الجزائر، قلت لهم لا كان حاطين باللي موسيبي يحكم في الكاف ما تعرفوش لاكاف، انه كان بوفوار، انه كان بوفوار. الفاز 14 فوا اللي جابهم هذاك هو 14 فوا هذوك اللي فاز. نو جو بار با بلي هو اللي راه يسير في لاكاف، انا مع رشيد سي با لوي، انا نقول خانها خانها لانه مسير، لانه يسعد يمشي فيه، وعلى بالك شكون اللي يمشي فيه؟ سي لا هو كان بوفوار، ما عندوش لو بوا، تافي داكور. باسكو سي لوبيينغ عندك الخدمة سي دي سي دي سي سي دي مي بوغ كلو نون داكور في الحصة شفا عليهم شفا عليهم مي بوغ كلو نون دو بريزيدون داكور سي مالوغ. هي كاين اللوبيينغ وحنا على بالنا بها، اللوبيينغ الناس تفوتي جمعي هذه اسوسيسيون البيرو اكزيكتيف هو اللي ديسيدي. هو كيما قلت لهم انا قلت لهم هو عنده اون فوا، هو شخصيا عنده اون فوا كي يروح يفوتيو في الكوميكس، عنده اون فوا اون كا ديغاليتي باش يقول لا فوا تاعو بريبونديرون 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 دو زعما كان عنده صوت واحد. ولهذا نبيل الى سمحت لي نكملوها، ولهذا على الجزائر، على الجزائر بكل قواها رياضيه وغير رياضيه ان تتدخل في هذا الامر، في الامر تاع الكونفدراليه الافريقيه، ولازم الرجال الجزائر يكونوا في الكونفدراليه الافريقيه. سنتحدث عنها في الجزئيات الثانيه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، قالوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش مخلوش لي بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيبعد نشوفوا فيديو جديد دائما مغرب.